بما انها قالت حازمون فعلى الاقل نسال حازمون انتوا بجد مسؤولين عن ده؟ او اللي قال لها ان هو حازمون يعني الجماعه الاسلاميه قالت اه احنا عملنا كذا وعندنا اسبابنا، هل حازمون بيقولوا اه احنا بنعمل ده ولا لا بينفوه؟ معانا استاذ جمال صابر، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذه منى، ازي حضرتك؟ الحمد لله. كلمه ورد غطاها، انتوا عندكم او اتباعكم في حازمون عندهم تعليمات او عندهم حريه الحركه بالاداء اللي وصفته استاذه سما؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت لسه بتشرف ايضا منذ دقائق او يعني وقت قصير جدا بكلام الاستاذه سما، ويعني يعني انا بس بصرف النظر عن صدق او كذبه، مش بكذبها خالص، لعله يحدث ما فيش مشكله خالص، وبصرف النظر عن ان هي تجاذبوا الحديث وما فيش ولا واحد جه يقول لهم السؤال انتوا واضح ايه يا ولا استاذ حتى صابر، اعترض. سؤالنا واضح، بصرف النظر عن هذه الامور كلها، ايوه لكن احنا مباشره. قلنا مرارا وتكرارا وانا ما زلت اؤكد في حاجه اسمها ضوابط يا اخوانا. يعني اولا لازم، وانا باقر وباعلن وبقول ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيره من اعظم شعائر الاسلام، زي ما قلت في كل، وزي ما يا ربنا استاذ صابر قال سبحانه وتعالى. الله يخليك، زي ما قلنا سؤال او كلمه ورد غطا، هل حازمون لا، ما هو عندكم كلمه ميل رد غطاء يا دي يا استاذه فندم؟ منى ما تنفعش. لا يا فندم احنا عايزين اه او لا، تقول لي اه احنا عندنا اعضاء في حازمون بيعملوا كده، او تقول لي لا احنا ده مش توجهنا ما هو ده يبقى مبدئيا. معلن، يعني احنا لو عملنا كده كنا اعلنا كده. يعني يعني احنا، حضرتك وانا قلت بتنفي للاستاذه بتم قبل كده اه يعني ان حضرتك الكلام ده ما حصلش مننا، يعني احنا لم نعلن ان احنا هننزل بمجموعات اسمها امر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونقابل النساء في الشارع ونستوقفها ونقول لها كذا او كذا او كذا. يعني الكلام ده قلناه مرارا وتكرارا، لكن هو بس انا بسال استاذ سما، انت اشمعنى بالذات قلتي هرفع بال اعمل بلاغ ضد حازم صلاح واسماعيل؟ لا يعني هي تخيلي حضرتك دلوقتي، قالت حازمون وكان نفسها تعمل ضد رئيس الجمهوريه او المعنيين بحمايه المواطن المعنيين، والافراد لكن ليه بتروح على الاشخاص؟ حسب روايتها، بتروح على لانه الشخص المعنيين. قال لها، ما هو بص يا فندم عشان كده احنا سالناك، الشخص قال لها او حسب روايتها انه انا من حازمون، حضرتك من حازمون بتقول ما وانا ما عندناش ايسر يا تعليمات استاذه ولا منى، تنبيهات بهذا الصدد. ما ايسر ان انا ادعي دلوقتي طيب انه في جريمه ارتكبت وباسم طيب يعني التوضيح، قناه التوضيح حضرتك اللي مطلوب، شغاله فيها، التوضيح واقول ده انا يا اتابع فندم الاستاذه منى. التوضيح مطلوب، وحضرتك قلت بشكل قاطع انه ده مش منهجكم، وانتوا ما بتوقفوش الناس في الشارع، واي حد يدعي ان هو حازمون فهو كاذب، مش اي حد يدعي ان هو حازمون ان هو يبقى حازمون كاذب، اي وبيوقف حد الناس في يرتكب الشارع يعني. فعل. انا عايز اقول بس قاعده بسيطه جدا يا استاذه منى، من حضرتك توافقيني عليها، ان لما اي شخص في الدنيا يرتكب اي خطا يبقى هو اللي ارتكبه، مش الفصيل ايوه يا اللي فندم، يدعي حتى طيب ولو كان احنا بنسال سابق لفصيل. يا فندم اللي يسال الشخص ده النيابه او البوليس مش احنا، احنا بنسال الفصيل هل انت داعم لهذا؟ فحضرتك اللي فهمته منك انه لا، طبعا احنا مش، بس كده، لا هذه ليست تصرفاتنا. بس كده هو ده اللي احنا عايزين نسمعه بشكل واضح. اشكرك شكر جزيل استاذ جمال صابر، بينفي انه حد من حازمون هو اللي عمل ده، ممكن يكون شخص اخر، او يعني روايه استاذه سما كلها هو بيتساءل فيها او قد يتساءل فيها. شكرا جزيلا.